محمد عامر الشويكي رجل أعمال سوري برز اسمه خاصة بعد إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة ضد شبكة إيرانية روسية باعت ملايين براميل النفط إلى النظام السوري، كما باعت مئات الملايين من الدولارات إلى حركة حماس وحزب الله اللبناني. الشويكي يستخدم شركة شحن مقرها في روسيا معروفة باسم Global Vision Group لشحن النفط الإيراني إلى سوريا، ويعد شويكي صلة وصل مع حزب الله اللبناني بنقله الأموال الإيرانية إلى الوكلاء الإيرانيين في سوريا ولبنان لدعم منظمات مصنفة إرهابية لدى واشنطن مثل حزب الله وحركة حماس. المزيد من التفاصيل. بعد بحث واستقصاء طويل تمكنت أخبار الآن من تحديد موقع شركة Global Vision Group التي يملكها رجل الأعمال السوري عامر محمد الشويكي الذي ورد اسمه في تقرير العقوبات الأمريكية على إيران الذي ورد مؤخرا والذي اتهمه بتمييز الأموال الإيرانية ودعم الإرهاب. الآن سنحاول دخول مقرات الشركة للحصول على استفسارات وإجابات حول هذا الموضوع. Здесь. Да. А как можно позвонить эта компания? Нас нужно позвонить эта компания. Мы не нашли через интернет, мы не нашли через так. Спросили. У нас номеров нет. Номера нет. Thank you.